المونتاج فن مش عن المونتاج بيقدر يخلق من الفسيخ حرفيا شربات. مفيش منشئ محتوى على اليوتيوب الا ومحتاج انه يتعلم مونتاج. مهم جدا مهما كانت قناتك ومهما كان محتواك، مهما كنت مبتدئ او محترف، انت هتفضل تتعلم مونتاج لحد ما تموت، لان كل تركاية ممكن تحصل داخل المونتاج توفر عليك وقت طويل جدا. وعلى فكرة برامج المونتاج وتطبيقات المونتاج في 2024 هتتحدث وتتعدل بشكل سريع جدا مع الـ AI. والنهاردة هتكلم معاك عن 4 تطبيقات مهمة جدا 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 لمنشئ المحتوى من اجل المونتاج. المونتاج اللي ممكن تستخدمه انك تزيل اي ديفو داخل الفيديو، يعني غلطت في كلمة، غلطت في صوت، نفسك طلع، حد كح جنبك، حمار نعر بره البيت، ديك بيصوصو فوق السطح، اي حاجة من الحاجات دي. لان المونتاج ممكن من خلاله انك تحسن الصوت، ممكن خلاله انك تقطع الفيديوهات، ممكن خلاله انك تقطع الصور، ممكن من خلاله انك تعمل زوم ان وزوم اوت. المونتاج انت باستطاعتك انك تقعد المشاهد اللي قدامك اطول فترة ممكنة داخل الفيديو علشان يسمعك، وعلشان يسمعك وسمعك اكتر وقعد مدة اطول، هنا اليوتيوب بيبدأ يقترح الفيديو بتاعك لاكبر عدد ممكن من الجمهور تاني، فهنا زيادة في المشاهدات وزيادة في المشتركين وزيادة في الارباح، لان لما قعد فترة طويلة ظهر له اكتر من اعلان داخل الفيديو. علشان كده بطالب حضرتك النهاردة حالا تبدأ اي كورس من اللي موجودين على اليوتيوب بشكل مجاني، وتبدأ تتعلم مونتاج من اي تطبيق هنتكلم فيه سواء مجاني او مدفوع. انا جايب لك 2 مجاني، 1 مجاني ومدفوع، 1 مدفوع، وهنبدأ نوضح كل ده بالتفصيل علشان تبدأ تفهم. لان في برامج بعلامة مائية وانا لا احبذ العلامة المائية، وفي برامج بدون علامة مائية وحضرتك تقدر تستخدمها وتشغل مخك وتشيل العلامة المائية بتاعتها بسهولة جدا ويسر. تعالوا مع بعض نشوف اول تطبيق. التطبيق الاولاني VN يعتبر من التطبيقات الاحترافية. حط بالك وحطها تحتها 100,000 خط. في فرق بين تطبيق احترافي وبرنامج مونتاج عادي، يعني تطبيق عادي او برنامج مونتاج عادي، وتطبيق احترافي وبرنامج مونتاج احترافي، زي الفرق بين ادوبي بريمير وفيلمورا مثلا، او ديفينشي وادوبي بريمير، يعني بص هو بشكل تدريجي كده، او ادوبي بريمير وديفينشي ومايكروسوفت. مايكروسوفت مبتدئ جدا 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 وقليل جدا في المونتاج. فالفي ان من التطبيقات الاحترافيه اللي ممكن من خلالها تعمل فيديو احترافي بنسبه 100%. هو هياخد معاك وقت طويل، بس هتقدر من خلاله انك تطلع سواء بالكتابة، سواء بالزوم ان، سواء بالزوم اوت، سواء بالكادر، سواء بتغيير، سواء بقص الفيديو وتعمل منه فيديو شورتس تاني مختلف. واو واو واو، عجبني بصراحة في ان من استخدامي لي الفترة الاخيرة. هو وكاب كات الاتنين دول من البرامج الاحترافية، وكاب كات حلاوته ان هو بيتحدث معاك بصورة سريعة جدا. يعني شركة كاب كات قاعدة على التحديثات، اي حاجه جديده بيجيبها لك، اي حاجه جديده بيعملها، اي حاجه جديده بيظبطها لك علشان تكون متواجده ليك وانت تقدر تستخدمها وتوفر عليك وقت طويل جدا. وبكره ان شاء الله هنتكلم عن اوتو كابشن اللي موجود في كاب كات عن طريق الكمبيوتر، وهنعمل لكم فيديو انت ممكن تعمل فيديو قصير في اقل من دقيقه بالكاب كات. يا جماعه مش محتاج من حضرتك اي حاجه. الاثنين دول مجانيين، بيسيبوا لك علامه مائيه في اخر الفيديو ممكن تعملها ديليت بنفسك، فيها زوم ان وزوم اوت وملصقات واشتراكات وكلام وصوت وتحسين صوت، كل اللي انت عايزه في المونتاج هتلاقيه، تقطيع، زوم ان، كروب، اي حاجه هتلاقيها داخل الكاب كات والفي ان. من وجهه نظري هما الافضل. انشوت بينفعني انا كمتوحد فكره في الصوره المصغره لقنوات كتير جدا، وبستخدمه تقريبا بنسبه 95% لقنوات الروتين وقنوات الطبخ وانا بعمل الصوره المصغره بتاعتهم. اهم وافضل بالنسبه لي من الفوتوشوب. متخيل؟ ايوه متخيل. ازاي؟ لان الانشوت في بعض المزايا اللي جوه اللي ممكن من خلالها انك تعمل صور قريبه من بعض، زوم ان زوم اوت، حاجات حلوه جدا بالنسبه لترتيب وتنظيف وفلتره الصوره والمؤثرات الموجوده على الصوره، لدرجه ان انا امبارح قررت ان انا اشتريه مدى الحياه. دفعت 850 جنيه يا جماعه واشتريته مدى الحياه، اقسم بالله. انشوت تطبيق مونتاج وتطبيق صور وحلو جدا، ولكن اقل احترافيه من كاب كات وفي ان، واتمنى ان هم يعدلوه الفتره اللي جايه. التطبيق المثالي كين ماستر. كين ماستر ده تطبيق مثالي، ولكن ينقصه ان يكون مجاني.
لانه بيسيب لك علامه مائيه على الفيديو. وبصراحه هو تطبيق مثالي واحترافي جدا، وانت ممكن من خلاله انك تعمل فيديو احترافي قوي قوي قوي. وهرتبهم لك على فكره، الاول في الثاني في الثالث في الرابع. بس انا شايف ان كين ماستر الرابع مش عشان خاطر فيه مزايا قليله، لا، عشان المزايا مدفوعه، في مزايا رهيبه جدا، بس لازم تكرت، لازم تدفع فلوس كتير كمان، يعني كتير. فانا شايف ان كين ماستر يعتبر من التطبيقات المهمه برضو، ولكن بسيب لك علامه مائيه، وان حضرتك لازم احترافي جدا على فكره، يعني احترافي جدا وجهه نظري. لو انت معاك فلوس ادفع، مفيش اي مشكله. انت عندك اربع تطبيقات من وجهه نظري: كاب كات رقم 1، في ان رقم 2، ان شوت رقم 3، كين ماستر رقم 4. وانا عملت كين ماستر رقم 4 لهدف محدد. الهدف ان كين ماستر ده في من جوه حاجات مدفوعه، يعني انت عشان تدخل هتلاقي مدفوع بريميوم. بص هتلاقي فوق البريميوم كده علامه تاج انك لازم تدفع فلوس. اهو ده اعلان، احنا مش عايزين اعلان لو سمحت يا عم الحاج. انا مش عايز، يعني بكره الاعلانات يا جماعه، انا واحد بيكره الاعلانات. ثواني، انا اسف يا عم. كين ماستر اهو، هو ده كين ماستر بيتكلم عليه. تدخلوا باعلان يعني ممل. يلا ماشي اهو، دي علامه مائيه. بص شهري ب 200 جنيه، سنوي ب 1100 جنيه، يعني كبيره كبيره قوي، فلوس كتير قوي بالنسبه لمنشئ محتوى لسه مبتدئ على اليوتيوب. ان شوت ب 50 جنيه في الشهر، يعني ربع في الضعف. ماشي، كاب كات مجاني من غير اي فلوس، كاب كات مجاني. انت في الاخر بس بتقدر تشيل المشروع اللي هو سايبه لك في الاخر، يعني انت لو عملت كده في الاخر خالص بيسيب لك هو ايه نهايه فيها ايه كاب كات. انت ممكن في الاخر، لا مش انت حديث، ماشي، انت ممكن في الاخر تلاقي علامه الفي ان او الكاب كات، ثانيه اشوفها، هتلاقيها في الاخر خالص بتشيلها بس بنفسك اهو، النهايه دي اهي بتروح عاملها ايه ديليت، وهكذا في الفي ان. وبعد كده تعمل اكسبورت عادي خالص، ويطلع اكسبورتك بشكل كويس من غير اي حاجه. وطبعا الاكسبورتات هنا مختلفه، لانك انت من خلالها بتبدا تعمل 1080 30 فريم. مقترح ليس لا هو مرفوع ولا هو منخفض، مقترح بنسبه حسب نوع التصوير نوع الحاجه، لان ده بيعلم حضرتك الايه الفريم ليس والاف تي بي، وبيعلم حضرتك جوده الفيديو وبحل حجمه، لان انت لما كل ما تعمل كده هيعلق في الحجم، مرتفع هيعلق في الحجم من 64 ل 80، بص في الاخر 80، وده بيقلل من رفع الفيديو وبيخلي مدته طويله. وشرحنا امبارح فيديو ازاي تقيس سرعه النت عندك، لازم تتفرج عليه علشان تفهم حضرتك محتاج تخليه مرتفع او تخليه متوسط بناء على الميجات، وهل هتقدر انت بنفسك كده هتقدر انت تقدر ترفع الفيديو بسهوله ويس. وخد بالك الفريم معدل الفريم ده الاف تي بي ده ممكن تخليه 60 50، بس هو المفضل 30، لان ده بالنسبه لايه لاي فيديو عادي مش احترافي. الفيديوهات الاحترافيه اللي بتعوز تبطيء السرعه وبتاع ممكن تصورها على 60 فريم، لكن ال 30 فريم حلو جدا زي الفل. التوكي بقى ممكن يطلب منك فلوس في الاخر، بس هو 1080 حلو، واحنا كلنا شغالين على 1080 على فكره. شكرا للجميع، كان معكم المرجع الاول لمنشئ محتوى يوتيوب. على فكره اللي جاي الفتره اللي جايه هيبقى الكتابه التلقائيه هنا في الكاب كات، بس مش بالانجليزيه، يعني مش بالانجليزيه، هتبقى بالعربيه للفيديو كله، وده هنبدا نشوفه يعني في الفتره اللي جايه بالعربيه. بص احنا عايزين العربيه، لسه ما انضفتش العربيه، استنى نشوف العربيه انضفت ولا لا. اهي العربيه، اعمل رجوع وبعد كده اعمل انشاء، هنشوف هل هيقدر يعملها زي في الكاب كات التاني ولا لا، لان دي يعتبر لسه جديده العربيه دي. لو اتعملت يبقى حلوه جدا انك تعمل فيديو في اقل من دقيقه، وهنعمله شرح لوحده. ماشي، بص تحاول انجليزي. وعايز اقول لك ان انا كمان في البدايه ما كنتش اعرف اي حاجه اطلاقا عن المونتاج. النصيحه رقم 9، اول ما جيت ابدا على اليوتيوب، الله، بس اتغير اهو، بص رجع تاني يعني هو لسه بيعدلوا فيه. بص في الاول عمل معاك، بص في الاول عمل معاك وبعد كده اتغير، يعني انت لو مقسمه ممكن تكون مقسمه كده، نيجي هنا التقسيم دي ونقسمها هنا، ونبقى نختار دي ترجمه تلقائيه كده، ونشوف ترجمه تلقائيه العربيه، ونيجي نحد دي مثلا ونعمل انشاء كده. احنا ممكن ناخدها كحته ذكيه، نقصها 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 ونشتغل عليها، فاهم؟ ده حلو على فكره، مهمه جدا، لسه ظاهره اهي، زي الفل والله، لسه جاي انها تشتغل بالشكل ده. لا لسه بالانجليزي، لسه هتظبط مع الوقت. المهم ان هي في المقدمه، بص عملوها في المقدمه وفي الاخر ما كانش افضل. حتى بص الكلام من جوه اصلا، بص الكلام من جوه اصلا هواي ومش عارف ايه. طبعا شيل الكلام ده، عايز اقول لك انا كمان في لا ده موجود عندي في الفيديو اصلا اطلاقا، ده موجود عندي في الفيديو. لا 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 لسه ما جاتش، لسه ما جاتش،
لسه ما جاتش، ده الفيديو نفسه اللي فيه كده لسه ما جاتش. تمام كده الاوتو جات دي، الاوتو كابشن دي ما جاتش خالص ماشي، لسه ما جاتش، لكن هي جت على الكمبيوتر هشرحها بكره، شرح مهم جدا. عايز اقول لك ان انا دلوقتي في فرح، انا في فرحي، انت هتسمع الفيديو ده وانا بعمل فرحي، فعايز اقول لحضرتك مفيش حاجه تخليك ما تشتغلش الا اذا كنت انت كسول ومشتغل. شكرا للجميع.